عندنا طواقم طبية رائعة هايلة، دكاترة رقم واحد، ممرضين رقم واحد، فريق تمريض وفريق طبي، دكاترة رقم واحد رقم واحد. فليه المستشفيات مش رقم واحد؟ ليه؟ ايه اللي ناقصهم؟ ليه دايما عندنا مشكلة في المستشفيات الحكومية؟ ليه؟ وامتى هتتحل؟ وهل اللي بيحصل دلوقتي والقانون اللي طلع بأن القطاع الخاص يدير المستشفيات الحكومية، هل ده إيجابي ولا سلبي؟ والله أنا ما أعرف، حقيقي ما أعرفش. أنا أتمنى أنه يكون إيجابي لأن القانون صدر خلاص، فأنا أتمنى أنه هو يكون إيجابي عشان خاطر الدكاترة والممرضين والمرضى قبليهم. لكن الدكاترة لازم تكون بتاخد مرتبات كويسة، التمريض لازم يكون بياخد مرتبات كويسة، الأجهزة لازم تكون متطورة، البحث العلمي لازم يكون موجود طول الوقت، المرضى لازم ياخدوا أحسن خدمة موجودة. لكن ده ما بيحصلش، ما بيحصلش. هل بقى لما القطاع الخاص يجي يدير المستشفيات الحكومية هل هتبقى أحسن؟ أتمنى، أتمنى. على فكرة ممكن، وارد، وليه لأ؟ لأنه القطاع الخاص على الأقل، على الأقل كل الناس اللي قاعدة على مكاتبها ما بتعملش حاجة هيمشيها. المفروض ما عندوش هو الكلام ده، مش هيقبل الكلام ده. اللي هي المشكلة عندنا الأزلية بتاعتنا، إنه في ناس قاعدة على مكاتبها ما بتشتغلش وبتكسب وخلاص، الناس دي مش هيبقى لهم مكان. ولكن لازم نحافظ برضو على وجود الدكاترة والفريق التمريض يكون موجود، ما يتمش الاستغناء عنه مثلا. ففي تفاصيل فيه كتير جدا لازم برضو نتأكد ان الناس اللي بتتعالج على نفقة الدولة والناس اللي عندها تأمين لازم الناس دي تتعالج زي ما هي. فالمفروض ان القانون بيقول ان 70% من السراير الموجودة في المستشفيات هتخدم على اللي عندهم تأمينات واللي بيتعالجوا على نفقة الدولة، وال 30% هيكون خاص يكسبوا منه. يعني نتمنى ان ده يحصل برضو، نتمنى. ومع ذلك هرجع واقول في بعض الدول المتقدمة جدا 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 اللي المستشفيات فيها غير قابلة للربح. أي ربح بيخش المستشفى بيتصرف على الدكاترة وعلى التمريض وعلى وعلى البحث العلمي وعلى تطوير الأجهزة وعلى إن هم يستوردوا دكاترة من بره وياخدوا دكاترة من بره، اللي هي الدكاترة بتاعتنا اللي هي رقم واحد دايما بره في أي حتة. في ألمانيا، في إنجلترا، الدكاترة بتاعتنا رقم واحد. فإحنا مش عايزين الدكاترة يطلعوا بره البلد، مش عايزين ده يحصل، عايزين يفضلوا موجودين. عشان يفضلوا موجودين لازم هما كمان يتقدم لهم خدمة، وهم بيتعبوا بيشتغل شيفت واتنين وتلاتة وبيطلع عينيهم وبيشتغلوا وبيعالجوا وبدون إمكانيات وما عندهمش إمكانيات، ومع ذلك عاملين اللي عليهم وواقفين على رجليهم. عندنا فريق طبي في مصر هايل.